بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب مشاهدينا الكرام في أمسية الرموز وأمسية هذا المهرجان الكبير، مهرجان المرموم التراثي لسباق الهجن العربية إلى صيلة. نتواصل بانطلاقة الشوط التاسع لفئة الثنايا القعدان المحليات، ينطلق من مسافة 8 كيلومترات. رحلة هذا الشوط المتواصلة مع هذه الشعارات التي تنتشر باحثة عن الناموس وعن الانتصار، تمنياتي بالتوفيق لكل المشاركين الحاضرين والمتواجدين على أرضية ميدان المرموم. نبدأ على بركة الله بعد المراكز، ومع الصدارة يتواجد الهداد سهيل الرملي بن محمد العامري على المركز الأول وعلى القيادة والريادة، بينما المركز الثاني أتابع القادم هنا الوسمي بشعار ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع هنا مكرم بشعار الخزع بن محمد بن قرين العامري يتواجد مشاركا مندفعا مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القادم والحاضر هنا مرشح لسعيد حمدان بن سعيد بن سالم العويسي، يتابع مشاركة مرشح على المركز الرابع. انتقل مباشرة مشاهدينا الكرام إلى صاحب المركز الخامس، حيث يتواجد النادر بشعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يتواجد مشاركا مندفعا مع المركز الخامس. المركز السادس أتابع القادم هنا يتقدم مشوش غادم وحاضر لمبارك بن محمد بن حسن الثيم العامري يتواجد منا منطلقا مع المرتبة السادسة، بينما المركز السابع يتواجد بهذه المشاركة وبهذا التحدي الكبير. أتابع الأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة مع هذه الانطلاقات التي تشارك وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة، والأسماء الباحثة عن الناموس وعن الانتصار وعن الفوز وطعم الفوز بالمرموم غير في هذا المهرجان التراثي الكبير. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات. يتقدم على المركز الثامن ظبيان بشعار محمد بن أحمد المزروعي، على المركز الثامن بن فرح يتقدم بهذه اللحظات باحثا عن الافراح والنواميس. ننتقل مباشرة الى المركز التاسع، اتابع الاسماء، اتابع الشعارات القادمة التي تشارك في هذا التحدي والمنافسات المميزة. يتقدم على المركز التاسع، اتابع هنا غياث بشعار عبد الله بن محمد الهلي الهاجري، يود ان يهاجر بالناموس، يتقدم بمشاركة وتحديات غياث على المركز التاسع. المركز العاشر يتقدم مبشر بشعار خلف بن راشد النايلي الشامسي، هنا يتابع انطلاقة مبشر. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل للعشر المراكز الاولى التي تصل الى دائرة النداء والاذاعة وتنطلق في مجريات هذا الشوط مع هذه الاسماء والشعارات الكبيرة. نتواصل على ارضية ميدان المرموم في امسية تراثية ولا أروع تحمل الكثير والكثير من المنافسات والتحديات التي نتطلع إليها ويتطلع إليها المشاهدين الحاضرين والجماهير المحبة والعاشقة لرياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات لجنة العربية الأصيلة. الكل حاضر وطامع بناموس ولا أروع. نعود مع مجرى الشوط، نعود مع المقدمة من غير واحتل الصدارة بهذه اللحظات.
يتقدم النادر بالشعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ على المركز الأول، ينطلق يتسلل ويحتل المرتبة الأولى غائدا لمسيرة واندفاعة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتقدم بهذه اللحظات الوسب بالشعار ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي على المركز الثاني، يتقدم هنا مشاركا باحثا عن الناموس، يحتل المرتبة الثانية في هذه اللحظات. وتابع المركز الثالث يتقدم بهذه اللحظات مكرم بالشعار الخزع بن محمد بن قرين العامري، يتواجد مع مكرم الذي يتسلل من موقع الى موقع، وصل مباشرة الى المركز الثاني، بينما المركز الثالث اتابع ظبيان محمد بن احمد بن فرح المزروعي، يتواجد في هذه المنافسة وفي هذا التحدي، يتقدم المزروعي باحثا مع ظبيان على الناموس وعلى الانتصار المزروعي، بينما المركز الخامس يتقدم بهذه المشاركة وبهذا التحدي الكبير، هنا مشوش يتقدم في هذه اللحظات بشعار مبارك بن محمد بن الثيمة العامري، يبحث عن التحدي، يبحث عن الإنجاز، يبحث عن المنافسة المشرفة في هذا التحدي كبير، يقدم لنا عطاءات مشوش على المركز الخامس، بينما المركز السادس اتابع القادم مرشح حمدان بن سعيد بن سالم العويسي، يقدم مشاركة مرشح على المركز السادس. اتابع المركز السابع القادم والحاضر في هذه المنافسة وهذا التحدي الكبير، يتقدم بهذه المشاركة المشاغب، بدأ بالمغامرة هنا والتحدي والمشاغبة مع سليم بن حمد بن سالم، سليم بن محمد بن حمد بن سالم الشباني الاكتبي، يتقدم على المركز السابع. المركز الثامن القادم هنا الشامي راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي على المركز الثامن. المركز التاسع يتقدم مبشر خلف بن راشد الشامسي، بينما المركز العاشر يتواجد مدغوش علي بن محمد بن راشد الاكتبي على المركز العاشر. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للعشر المراكز الأولى التي تتواجد في دائرة النداء والإذاعة، ومن يود المنافسة يلحق في ركب المقدمة ويلحق في مقدمة هذا الشوط، من يبحث عن الناموس، من يبحث عن الانتصار. هنا اتجهنا نحو الاتجاه الصحيح، نحو المنصة الرئيسية، نحو الناموس الغالي، نحو الانتصار. هنا نتابع هذه المنافسة والتحركات التي جرت وطرت على المقدمة. مكرم يريد ان يكرم الخزع بن محمد بن كرين بن قرين العامري، يتقدم بهذه المشاركة، يتسلل الى المركز الأول، ظبيان على المركز الثاني، محمد بن أحمد بن فرح المزروعي يبحث عن الأفراح المزروعي بانطلاقة وتحديات ظبيان، بينما هنا الاسمين يتواجدا في مقدمة هذا الشوط، ينطلقا في مواجهة حقيقية نحو الناموس والانتصار، بينما المركز الثالث أتابع القادم الوسم بالشعار ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي، يتقدم إلى المشاركة، يتقدم إلى المنافسة وإلى التحدي على المركز الثالث. المركز الرابع النادر الدكتور سعيد بن سالم الشيخ على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم هنا المشاغب لسليم بن حمد بن سليم الاكتبي على المركز الخامس، اكتفي من خمس النجوم المنطلقة في هذا التحدي الكبير المندفعة في مساري ودحي
التحديات وتحدياتي هذا الشوط مع هذه المعركة الطاحنة من أجل الناموس والانتصار في شوط المحليات الأصايل. مكرم على البداية، مشوش على المركز الثاني، أو ظبيان على المركز الثاني، وهنا انطلق في هذا التحدي الشبابي أو الوسمي على المركز الثالث. المركز الرابع وصل المشاغب سليم بن حمد بن سليم الاكتبي وغادم في هذه اللحظات يتقدم شاهين عبد الله بن سالم الثعلوب الدرعي بأول نداء وصل مع الكيلومتر الأخير الذي يفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. مكرم ما زال ينطلق مع القيادة، ينطلق مع الريادة، ما زال صامدا في مقدمة هذا الشوط. الخزع بن محمد بن قرين العامري يبحث عن الناموس، يتحرك نحو الانتصار، طار وصار في هذا التحدي الكبير بهذا الأداء المثير. يتقدم مكرم على البداية، هنا الدولار يتقدم شاهين على المركز الثاني. عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي يحاول مع الأمتار الأخيرة، يتقدم بسرعة فائقة، يذهب نحو الناموس والانتصار، ولكن مكرم بن قرين العامري يقترب من الناموس والانتصار، يقترب من هذا الفوز المساء المميز وناموس ختام المرموم غير يا بن قرين. مكرم مع اللحظات الأخيرة ينتزع الناموس ويحقق هذا الإنجاز المساء المميز، واسعد الله مساك يا الخزع يا بن محمد يا بن قرين يا العامري على هذا الفوز. إذا استمر هنا مكرم على هذا الأداء الكبير، سلام مدينة العين، سلام، تهانينا والناموس للخزع بن محمد بن قرين العامري على فوز مكرم وتحقيقه للإنجاز. المركز الثاني شاهين لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي قدم أداء مميز. المركز الثالث ظبيان محمد بن أحمد المزروعي. المركز الرابع وصل مرشح لحمدان بن سعيد بن سالم العويسي. والمركز الخامس وصل الوسمي بشعار ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي. هكذا مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، تابعتم معنا الحكاية والرواية في شوط الثنايا القعدان المحليات الأصايل، فكان مكرم حاضر متوج بهذا الناموس المسائي المميز بتوقيت وزمني من مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 25 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للخزع بن محمد بن قرين العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل شاهين 12 دقيقة 26 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي على فوز شاهين في المركز الثاني. المركز الثالث وصل ظبيان مقدما هذا الأداء المميز والأداء الكبير مع المركز الثالث. مشاهدين الكرام، 12 دقيقة 36 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن أحمد بن فرح المزروعي على فوز ظبيان في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.